ايش دقيت غايتي بالحرش وصحاب قانتي وهنا يا فقاينا في يوم من طرب نغل مساعاته ربي طليبنا وتمرمد حياته وهنا على الهنا وكيسان الدور بينا والقصبة هونانا تبكي له المرايه الحيين وماتوا ربي طليبنا يا وتمرمد حياته يا وحنا على الهنا والكيسان الدور بينا والقصبة هونا انا تبغيله مرايي الحيين وماتوا ربي طليبنا تبرمد حياته يا دبايلي تشطعني يا محايني وتفكرت فلانا واللي كوات قلبي عقلي وداته ربي طليبنا وتمرمد حياته بخت اخلافها هنرضى ولا نحبها الى زرت الفانا وضحيت في القبر نتنا رحمته ربي طليبنا يا وتمرمد حياته. شيخ محمد المماشي محمد ولد بالخير يقول المحبوب اللي يحبني نروى من عينيه نشفع وكيما حبيته يحبني والثمره تستاهل الوفا والقلب اللي ما يحبني حتى انا نعطيه بالغبا هذه في خاطرك يا عواد ولد عبد القادر والنكواج اللولي انت الرحويه هديه ليك من عند خوك الحاج وفي خاطر الشيخ محمد ولد الحربي. الله يخلفك اضايت المنا تسقام الزين العافنا حجروها حبنا انا نبكي فراقها كي ظني تبكيته ربي طليبنا وتمرمد حياته. في خاطرك يا قوي درب الحاج وفي خاطر المختار ولدك وفي خاطر المختار ولدي ومجهر خمس خماس ضايت المنا تسقام الزين العافنا حجروها حبنا انا نبكي فراقها كي ظني تبكيته ربي طليبنا وتمرمد حياته نبكي فراقنا حسره مولا ايامنا واحنا يا فقانا وين ما مشينا نظلوا ونبعته ربي طليبنا وتمرمد حياته لو كانوا بطل وتمري الوكساب شيقل ويقول انا وانا يخلي الشيق يرعى في من عشقاته ربي طليبنا وتمرمد حياته. لو كانوا بطل تمري الوكساب شيقل قول انا وانا يخلي الشيق يرعى في من عشقاته ربي طليبنا وتمرمد حياته مرسولها رقب بعد زيارة عبد العجب يجعله يرضانا خضر المروج احضر لينا كرامته ربي طليبنا يا وتمرمد حياته. خاطرك يا عبد سكرتير جنرال تاع السكر وناس عين الذهب. يا بخت اخلافها ما نرضى ولا نحبها قيل زرت الفانا وضحيت في القبر
نتلنا رحمته ربي طليبنا داوت من مد حياته. يا ويا ذبايلي اطشطاني يا مهايني وتوحشت فلانا بختالي اكوات اضميري ودعيته ربي طليبنا يا وتمرمد حياته.